حيث وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مناقشته الاستجوابين المقدمين للنواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اللذين شهدتهما جلسة الأمس وصفهما بأنها ممارسة ديمقراطية راقية مشددا على وجوب حرص ممثلي الأمة على مسؤولياتهم في ذلك. كان هناك استجوابين، الأول مقدم للأخ وزير دولة شؤون مجلس الوزراء، وتمت مناقشة الاستجواب وانتهى إلى عدم تقديم أي طلب أو اقتراح. الاستجواب الثاني كان موجه إلى الأخ وزير الإعلام وزير دولة شؤون الشباب، وبعد يعني ممارسة راقية من قبل المستجوبين والمستجوب، انتهى الأمر إلى تقديم طلب بطرح الثقة في الأخ الوزير. حددت أثناء الجلسة بأنه ستكون هناك جلسة خاصة في يوم 8/5، إن شاء الله يكون خلال شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بخير. بالتالي الموعد راح يكون الساعة 12:30. ما يهمني في كل هذه الاستجوابات أن تكون عبارة عن ممارسة ديمقراطية وهدفها إصلاح، وأن لا تتحول بأي شكل من الأشكال إلى ما يساهم في إحداث أي نوع من أنواع الانقسام، وهذا ما يجب أن نحرص عليه، وهذه مسؤوليتنا نحن كممثلي الأمة. أيضا في نهاية الجلسة تم إقرار المداولة الثانية لقانون السجل العيني والمداولة الثانية للغش التجاري، فيعني تم إنجاز قانونين والانتهاء من استجوابين، وإن شاء الله الجلسة العادية القادمة نستطيع أن ننجز فيها مزيد من القوانين.